السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم على قناة أيوب خبيزة. درسنا اليوم حول تطبيق لمعرفة من قام بحظرك على الفيسبوك. لقد تطرقت البارحة إلى شرح هذا التطبيق مع ماذا هو، والعنوان كان التطبيق يعطيك ميزة رائعة لمعرفة من قام بحذفك أو حظرك على الفيسبوك. قمت بشرح هذا التطبيق ولكن لم أريكم مصداقية هذا التطبيق، فأنا شخصيا قمت بتجربة عدة طرق ولكنها لم تنجح معي. ولكن مع هذا التطبيق بدأت أعرف من يقوم بحظر على الفيسبوك ومن يقوم بغلق حسابه، وأيضا أعرف من الأشخاص هم جدد أصدقاء على حسابي في الفيسبوك. إذا كنت أول مرة تشاهدون على هذه القناة، المرجو الضغط على الزر صابوني وأيضا الضغط على زر الجرس لتتوصلوا بكل ما هو جديد حول هذه القناة، وأيضا لا تنسوا الضغط على اللايك. أريد أن يصل هذا الفيديو إلى 100 لايك. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله، انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، قدمت إليكم من جديد. نعم، هذا هو التطبيق الذي قمت بطرحه عليكم البارحة. نقوم بالدخول إليه، سوف تجدون رابط الشرح أسفل الفيديو وأيضا رابط التحميل أسفل الفيديو. بعد الدخول إلى التطبيق سوف تظهر لك الواجهة هي هذه. عند الدخول إلى التطبيق أو سوف تظهر لك من يقوم بحظرك ومن هم أشخاص الجدد على حسابك هنا، وسوف تضغطون على ثلاث أشرطة سوف تجدهم هنا أيضا today، يعني ثلاث أشخاص تقوم بالضغط عليها هنا الفوق باللون الأحمر، هم الأشخاص الذين قاموا بحظرك وأيضا الأشخاص الذين قاموا بحذف حساباتهم، وباللون الأزرق هم الأشخاص أصدقاء الجدد على حسابك الفيسبوك. لنأتي إلى اللون الأحمر لمعرفة من قام بحظرك، سوف تجد my have blocked you، يعني الشخص قام بحظرك، او my have deleted you، هذا الشخص قام بإلغاء الصداقة على الفيسبوك. وهنا في سطر ثاني باللون الأحمر عندما لا تجد صورة اي شخص تجد كلمة my have closed the account، يعني هذا الشخص قام بإغلاق حسابه مؤقتا، وباللون الأزرق هم الأشخاص الجدد على حسابك، يعني الأصدقاء الجدد على حسابك في الفيسبوك. باللون الأحمر هم من قاموا بحظرك وأيضا أشخاص الذين قاموا بإغلاق حساباتهم. المهم، هذا التطبيق رائع جدا، كما قلت لكم استعملت عدة طرق ولكن لم تنجح معي، فهذا التطبيق صادق وموثوق 100% يعطيك الأشخاص الذين قاموا بحظرك وأشخاص الذين قاموا بإغلاق حساباتهم وأيضا الأصدقاء الجدد على حسابك في الفيسبوك. المهم، أريد هذا الفيديو أن يصل إلى 100 لايك، وأيضا لا تنسوا مشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو قم بالضغط على زر لايك للفيديو، وأيضا لا تنسى الاشتراك بالقناة بالضغط على زر سبسكرايب الموجود بالأسفل لكي تتوصل بكل جديدنا، وشكرا لك.